نحن ممتنون كثيرا للمملكة المغربية على هذه العناية التي تعبر عن مشاعر الأخوة والتضامن في هذه اللحظات العصيبة التي يمر منها العالم. من جانبي أود أن أشكر المغرب ملكاً وحكومة وشعباً على كرمهم المعهود تجاه إخوانهم الأفارقة. على مستوى الاتحاد الإفريقي نثمن كثيرا هذه المبادرة، لأنه كما تعلمون فالطريقة المثلى للقضاء على الفيروس هي الوقاية، والمغرب من خلال هذه المساعدات ساهم في وقاية الدول الإفريقية من وقوع الأسوأ.